مشكلة زي ما انت ذكرت لما بيبقى من داخل العيلة. عشان كده احنا في حملة حماية مش بس بنوعي الأطفال، بنوعي الأبهات والأمهات، بنوعي كمان المدرسين، بنوعي كل الناس اللي ليهم علاقة أو تعامل مع الطفل. بنقول إيه للأب والأم؟ طبعا بنقول له يقعد يفهم ابنه، بنقول له إنه لو ابنك جه حكى لك عن موقف حتى يبان إن هو غريب أو صعب التصديق صدقه، لأنه الطفل ما يقدرش يبتكر أو يخترع موقف فيه إيذاء يعمله من مخه كده. الطفل عنده قدرة على التخيل، بس يتخيل لعبة، يتخيل ان هو بيطير، يتخيل ان هو يلعب مع حيوانات، حيوانات تتكلم، لكن ما يقدرش يتخيل مشهد جنسي او مشهد ايذاء، لان هو ما عندوش في ذاكرته او في مفرداته سواء اللغوية او الحسية او الصورة الذهنية، ما عندوش اي حاجة فيها اي مفردات جنسية. عشان كده بنقول للاب والام نشجع ابنك انه يتكلم، صاحب ابنك، خصص له وقت واقعد اتكلم معاه، عشان لو في مساحة من الحرية كده في صداقة بين الأب والأم وبين ولادهم هيجوا يتكلموا. لكن الأب اللي على طول بيتعامل مع الولاد بالضرب، الأم اللي على طول بمعنى أصح بتلطش، مفيش، على طول مشغولة، على طول ماسكة الموبايل، الأب على طول في شغل، مفيش مساحة للطفل إن هو يحكي في العموم، يحكي زي عن حاجة صعبة جدا كده حصلت معاه. بالنسبة بقى للطفل في تدريب حماية بنقول له حاجات محدده، بحط له موقف ان هو حد غريب بيحاول يقرب منه يعرف اسمه، طب بيتصرف ازاي؟ بقول له بيتصرف ازاي. موقف تاني هو في النادي وبيلعب، والمدرب او اي حد في النادي طلب منه ان هو يشوف يخليه يخلع ملابسه مثلا. بعد كده اخش على موقف تاني هو عند الجيران بيلعب عندهم، وهو بيلعب عندهم جت حد من الجيران او جار اكبر منه في السن وتلامس معاه بطريقه مش مناسبه. افضل اتدرج معاه في المواقف لغايه لما اقصد طب لو انت قاعد في البيت في حد من الناس الموجودين عندك في البيت حاول يلمسك بالطريقه الفلانيه، وبقول له بقى الكونسبت العام او المفهوم العام، مش من حق اي حد، واي حد دي عليها خط احمر، يلمسك او يشوفك او يمسكك. فين؟ في الاماكن الخاصه بيك.